ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين لتسجل نحو 25 مليار و600 مليون دولار خلال عام 2022، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات و500 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 21.1%. أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين لتصل إلى 88.1 مليار دولار، وذلك خلال عام 2022 بزيادة بلغت 8.1 مليار دولار وبنسبة ارتفاع قدرها 10.1%.